وأشار السيد رئيس الحكومة إلى جلسة العمل التي ترأسها بداية الأسبوع الجاري جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التي خصصت لدراسة الوضعية العامة المرتبطة بهذا الموضوع، والتي أعطى جلالته بمناسبتها تعليماته السامية بإعادة جميع المواطنين المغاربة الذين يرغبون في ذلك والذين يقطنون في إقليم وهوان الصيني حيث ينتشر فيروس كورونا. وشدد رئيس الحكومة أنه انطلاقا من المتابعة والرصد المستمرين للسلطات المعنية وبالأساس وزارة الصحة وبتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الإقليمية في جميع أرجاء المملكة وبتنسيق مع الجهات الأمنية في مداخل المملكة لاتخذت جميع الاحتياطات الضرورية وفق المعايير الدولية للمراقبة والتتبع، لأن صحة المواطنين أولوية قصوى، مؤكدا أنه في اليوم وفق البلاغات الصادرة عن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا المذكور، كما أن جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواء كانت جوية أو بحرية أو برية والذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار هذا الوباء يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنين. وفي المقابل عبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه الشديد لما يروج في بعض الأحيان من أخبار لا أساس لها من الصحة حول الموضوع، إما عن طريق تداول فيديوهات أو نشر شهادات غير مسؤولة ومتعارضة مع البلاغات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة. يوضح السيد رئيس الحكومة تخبر من خلالها هي المخولة للخبر المؤكد بهذا الموضوع. لذلك دعا السيد رئيس الحكومة كل من يتساهل في نشر الأخبار الزائفة والإشاعات دون ثبوت ولا علم إلى التوقف عن هذه الممارسات، كما شدد على أنهم يتحملون كامل المسؤولية فيما يترتب على ذلك من إثارة للرعب والهلع بين المواطنين.